يا هلا، شوفوا اصدقائي، اليوم احنا راح نروح بجوله انا وياكم باقدم اسواق بغداد اللي هو سوق الصفافير. شوفوا من هاي الاعمال اليدويه الحلوه اللي تذكرنا بايام بغداد. اي والله سوق الصفافير او الصفارين واحد من اقدم اسواق بغداد، سمي بهذا الاسم نسبه الى ماده الصفر معدن النحاس. هذا السوق على وشك الانقراض. تعالوا خلينا نشوف احوال السوق. السلام عليكم، شلون الصحه؟ هذا شو سعره هذا المدفع؟ هذا 25000. هذا شنو النحاس؟ نحاس هذا كلش، هاي يعني ينخلك كهديه. زين، هذا بيش هذا المصباح؟ هذا 20. حلو هذا. آثار العراق. بيش هذا؟ هذا 15. دلة بيش؟ هاي دلة 150. دلة 150. هاي من نحاس؟ شغل يدوي. شغل يدوي. هاي بيش هاي؟ هذا الهاون؟ لا، هاي دلة؟ هاي دلة 125. دلة 125، هم شغل ايد هذا؟ هذا كلش حلو هذا، تنقش. نقش. تغيير. وهذا الهاون؟ شغلات كلش حلوة أصدقائي. هاي بيش هاي الدلة؟ 15. هاي على 15. شغلات هاي الصينية، هاي بيش هاي؟ هاي الصينية 150. 150؟ هاي شنو شغلها؟ عباسي؟ شغل عراقي قديم. عراقي قديم. هاي العوشية بيش؟ هاي العوشية 15. ما شاء الله. ذني الإدلال هي الأسعار من ذني. صناعية دوية مصنعية عاد. هم سافنا بوتيل مراد. هي الأسعار. حسب. هذا 25 داخل 35. هذا شنو هذا؟ هاي نرجيلة. هاي نرجيلة؟ قد سعرها؟ 75. هذا قوي مغربي هذا. شوف أصدقاء، هذا قوري مغربي مطعم بالفضة. بيش هذا؟ هذا 60. 60؟ كلش حلو هذا. هاي دولك بيش هاي؟ هاي 25. هاي تركية مو؟ 25. وذني الإدلال الصغار؟ هاي دلات ال. هاي مال قهوة؟ مال قهوة. شغل يدوي. شو سعرها؟ هاي كنكات صمون. بيش؟ 10 15. هاي بيش نعتو؟ 15. شوفوا لي هذا البريق الصغير، هذا بريق مو؟ ايش سعره هذا؟ هذا 25. بيش يستخدموها؟ جماليه منظر. منظر 25000. هاي شنو هاي؟ مبخره. ايش سعرها؟ 15. 15. هذا الخنجر بيش؟ 15. شوفوا لي هذا الحلو هذا 15. هذا سوري ولا عراقي؟ لا لا سوري. سوري. ممنونك. شلونك غادي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. شنو هنا عندك شغل يدوي؟ عراقي قديم مثلا؟ يا رب شغل ساده، شغل ايد قديم. هذا ليش هاي؟ هذا يطلع ب 20. شغل عراقي. عراقي نحاس. ذاك فوقه ولا بدت بين شغل عراقي. ليش؟ هذا هم نحاس يطلع ب 40. هاي شنو هاي الصينيه؟ هاي العفو. ايها سيدي، اثار عراقيه. المنقله هاي منقله صغيره عراقيه 23. هذا ما عندي بملويه صار مره عراقي. هذا ما عندي بيش هذا بملويه 30. هذا عراقي بمعالم اربعه. ايه هذا حبيبي. قولي هاي ايش كثر استاذ عوض باي. هاي بيش هذا معون برنت طبع. هذا طبع بس 18. كلش حلو هذا معون. كلش قديم. هذا قديم؟ كلش قديم. هذا 90. 90000. اكو شغلات يعني عباسيه شيء؟ اي هذا حتى هذا عباسي قديم قديم حيل. مع النحاس ماله والنحاس احمر جد يعني. هاي الدلات؟ الدلات هاي سوريه. ايه سيتات مفردات تبدي من 20 فوق. من 20. شوفوا هاي طوس، هاي مال مي كيف حلوه. يا رب الجلالة. بيش هاي؟ بيش؟ 5. ما شاء الله. هاي السيوف؟ هاي السيوف 50 و 40. هاي بيش هاي؟ باكورة؟ 20. 20. وذني تبدي على 10 15. هاي الدلة مال القهوة.
هذا الهاون بيش؟ هذا الهاون يطلع 60 وش بير؟ هذا يطلع 70. مبخرة عندك؟ مبخرة هاي واحدة اثنين ثلاثة تسلسل. هاي مبخرة هاي مبخرة. ان شاء الله. انا اشكرك. هاي شنو هاي بالجلوب؟ هذا كيبل لامب قديم. كيبل لامب قديم. قد سعره هذا؟ شوفات شوية قديم. هذا سعره 100. كلش حلو. هاي الخوذة. هاي الخوذة سعره 50. انا اشكرك. تسلم. بعدنا مستمرين بجولتنا بسوق الصفافير اصدقائي، نشوف شنو الموجود هنا. طبعا اضافت لها محلات. السلام عليكم. ايش هذا اسعارهم ذني؟ ايش هذا اسعارهم؟ هاي الماكينه اي 50. اذا بيجي يجي الماكينه ب 40. ب 40. هذا بيش؟ هذا 23. هذا كبير؟ هذا جوال 85. انا اشكرك ممنونك. ذني يسمون حليجة، كل شيء بسعره. اكو بيش عجيب كوب 5 كوب 25 ما شاء الله. ذني كلش حلوة. اشكرك عمو. طبعا اكيد السوق مو مثل اول شيء منتهي منه، لانه الاستيراد طاب والعمل يدوي قل بسبب الصناعة، بس يبقى يعني اسم موجود ببغداد ويحمل هواي من الذكريات، خاصة الناس المغتربين اللي برا. وبصراحة هم اللي وصوني أصور هذا المكان، وأنا خاطرهم جيت اليوم وحقهم علينا كل الشبه. شوف بعد إيش موجود بالسوق، حلات الحلوة الموجودة بسوق الصفافير. كل شيء موجود هنا، دلات نحاسيات من يشوفوهم ما شاء الله. صوبة هي شاي هي سعرها اكو على 15 وعلى 10. كوب 10 وكوب 15. هاي الصوبة على الدين ما شاء الله. ممنونك حبيبي. نسر النحاس هذا تحفية كلش حلوة. بيش هاي عمو؟ 250. 250 لاني كلش حلوة. صور ذني هاي نقود مالي. ذني بيش؟ هاي 35 هاي 35 هاي 25. كيف شلون صحتك؟ انا حبيب قلبي. هاي شنو هاي العفو؟ هذا مشعل. مشعل. مشعل هذا ايه؟ مال مسيرة يوم العاشر يشتعل عندك. بيش هذا؟ صار 10,000. 10,000 ذني بيش؟ هذا خيزراني يتحول يعني يقول عندنا الحلال، يقول عندنا عندنا مال دمام جليد. ايه؟ صار 3.5. هذا نفس السعر عندك معوجها من 3.5. ذني بيش الدمامات؟ كل ما بسعر عندك. هذا سايدرام عندك، هذا سايدرام العالم هذا ب 50، هذا ب 90، عندك صيني بايراني، عندك نوعين هذا همين طبل عندك صيني. هذه دلال كبار بيش ذني؟ دلت كبيره عندنا الى 4 قياسات، عندنا 3 قياسات، عندك هذا المتر ب 550، ذاك المتر 20 ماله ب 750. هاي كبيره كلش. ذاك عندك ب 1.5. هاي كلها ديكور. كلها ديكور. هذا عندك استعمال ذني. عندك سيتج سيتات يجي خماسي. ايه؟ خمس قطع. هذا عندك 150. عندك بهندي عندك بسوري. زين هاي بيش ذني؟ هاي تشوف بيش يستعملونها. عندك 35 عندنا 40 8 ساعات. هذا بيش هذا القوري؟ هذا قوري نحاس هندي. هذا سعره 40. 40 ما شاء الله. بيش هذا؟ هذا 35. شوفوا لي هذا السيف، هذا ذي الفقار، هذا على 35,000. هذا ينحط بالهوك كلش حلو. شوف تجي. السلام عليكم. هذا بيش هذا السماور؟ هذا نحاس ما شاء الله. هذا بيش هذا 30. انا اشكرك. هاي المنقلة هاي على 90,000. وهاي اللي بصفها بيش هاي العفو؟ 70. على 70. بعدنا مستمرين بجولتنا اليوم بسوق الصفافير، تعال نشوف باقي المحلات. في هذا الدرع ايش قد حلو؟ هذا على 300,000. شلونك غاد؟ شلون صفتك؟ هذا شغل ايدك؟ اي
هاي بيش هاي كاملة؟ هاي 35 شوفوا لي هذا، شوفوا لي هذا نفسه بس بيش هاد؟ نفسه 35؟ هذا أصفر وهذا أحمر. هاي الدلة بيش؟ هذا سيت أربع قطع. سيت أربع قطع. قد سعره؟ 450 من الكبيرة. أنا أشكرك. هذا إيه؟ 425 هم أربع قطع. ممنون من حضرتك. تسلم. المنارة ما جامع هاي. جد حلوة. قد سعرها؟ هاي 650. 650. هاي الصغيرة. هاي أصغر منها. شوية أقل سعرها. خذه 10,000. وهذا بيش هذا؟ هذا 100. هذا شنو حديد؟ بيش؟ 140. 140 ألف. هذول الممثلين ياخذوه مثلا؟ هذا استعراض تمثيل. هي والخوذه مالته؟ لا الخوذه 71. 75. هذا السيف بيش؟ هذا 175. 175 ما شاء الله. أنا أشكرك. هاي قاعد تطلع على شو اسمه الهاي؟ نقش. نقش. هذا شو السعر هاي الصينية؟ هاي. جيت تعلق الصينية هاي 400. 400. شنو هاي صناعة عمو؟ هاي صناعة عراقية. إيه. شغل... قديمة. 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 إيه. شغلة جديد. ما شاء الله. هاي حجي هاي الجوتي بلام هذا القديم هذا هذا الاحمر وين هذا كل الحمر اي ذني ذني حجي ها هذا هذا 100000 100 هذا 125 هذا بيش حجي هذا اللي زوج هذا وهذا اللي امه بيش يسموها 100 انتيميال ليثيو فحاي هذا اللي اثنين تبع كان شوف حتى مالتهم مختلفه شوف هذا بيش هذا نعم هذا اللي 150 ممنونك تسلم حبيب. طبعا والده معروف كريم الألماني شوف هنا عنده هاي التحفيات الانتيكات شغلات كلش حلوة نحاسية صغار هاجت صورة قديمة فت 70 سنة 70 سنة بيش سعرها؟ تطلع 125 لأن هنا شوية غاليات لأن قيمات نحاس أصلي هذا؟ نحاس أصلي هاي الدولك البغدادية شغل سوق الصفافية ايه؟ ايه تطلع فت 75 دينار شوف ذني الزغاري كلش ناعمه ذني هاي مصغرات اي مصغرات حلوه يعني اسعار عندك شك على شكل كعبه شكل مدينه منوره شيء لا ماكو؟ لا عندنا هاي رقيه الحمام شغل السفافير يعني شنو هاي؟ هاي رقيه الحمام يعني شنو؟ الناس يعني كانت من تروح للحمام حمام السوق ايه؟ ياخذون وياهم رقيه مال الحمام هسه هاي الشكل الزغير مالتها المصغره ايه؟ هاي الوسط هاي الوسط يحطون بها الليفه يحطون بها الحجره ها رقيت الحمام القديمه بيش سعرها هاي؟ شغل الموس 60 ألف دينار 60 شوف اصدقائي ما شاء الله هذا المحل هواي انتيكات بي وشغلات صغيره حلوه هاي المدفع هذا شوف هذا المدفع جد حلو ليش هذا؟ حبيبي هذا عليه 10 المدفع هذا الهاون هذا عثماني هذا عثماني قديم ايش قد سعره 300 هذا مخدوم ختمين موثق والله جيب لي عضو هنا هذا الختم الاول هذا الختم الثاني ختم يعني شنو عثماني ختم عثماني عمل سلطان المشتغله موثق اسمه والختم الثاني مكتوب عليه لا اله الا الله أنا أشكرك حبيبي. حبيبي تسلم. كل الهلال. كم سنة العدوان؟ وضوجك؟ لا عادي ما. شو وقت بنى السوق؟ الصفافير يعني بنى قديم تقريباً هي المدرسة المستنصرية. إعداد المدرسة المستنصرية. كان يسموه في البداية سوق النحاسين. سوق النحاسين. سوق النحاسين لأن يشتغلون بمادة النحاس. أي. يسمون النحاسين. بس احنا قلنا تطورت الاسامي لان
نسبة إلى مادة الصفر هل فعلا كان الوالي العثماني يفوت منه؟ الوالي العثماني كان يفوت من طلبة الكلية العسكرية العثمانية كانت تقول هو ما هو الخيال أو الخيول مالتها الخيال تسمع صوت الدق والجدر وما يصعد قوة يصعد قوة حتى لا تخاف أي خيول أو الخيالة قبل أن يدخل حرب أو كما يقول التخلون هذا هو الخيال مالتها حتى الخيل لا تخاف من الأصوات القوية الأصوات البعيدة. أنا أشكرك جزاك الله خير.